فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن أكل بعض لحوم الحيوانات مثل الفرس والضبع. الخيل مباحة حلال، وقد نحروا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، فأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلحوم الخيل حلال، والضبع كذلك حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه: أصيد هو؟ قال: نعم، فهو صيد يجوز أكله. نعم. والضب يا شيخ؟ الضب كذلك يجوز أكله، لأنه يتغذى بالأعشاب والأشياء الطيبة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا الأخ يقول: وكذلك أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقر ذلك واعتذر عن كونه صلى الله عليه وسلم لم يأكل منه، أنه لم يعتده وليس بأرض قومه. نعم.